يا ترى الجملتين دول حاجة واحدة ولا في فرق بينهم؟ لما تقول I don't know nothing دي معناها أكنك بتقول بالضبط I know everything. I know everything يعني أنا عارف كل حاجة. فلو أنت في موقف وعايز تقول أنا معرفش حاجة خالص، اوعى تقول I don't know nothing. I don't know nothing تبقى غلط تماما، ودي معناها أن أنت عارف كل حاجة وهتروح في داهية. أما بقى لو عايز تقول أن أنت ما تعرفش حاجة خالص فعلا، ده اللي أنت قصدك تقوله، ساعتها تقول I don't know anything. I don't know anything. I don't know anything يعني أنا معرفش أي حاجة. لما أكون عايز تقول انك ما تعرفش، بطل تقول I don't know nothing وقول I don't know anything. قول لي اذا كنت استفدت ولا لا. حاول تستخدم الجملتين دول وحطهم في التعليقات، مستنيك. طيب رد على التعليق الجميل ده، انا ما اقدرش خالص اقلل من الامريكان اكسنت او البريتش اكسنت او اي حاجه، لان بمنتهى البساطه انا بحب الاثنين، انا بحب اللكنه الامريكيه وبحب اللكنه البريطانيه، فمش بقلل منهم. الموضوع كله ان انا عملت الفيديو ده يعني حبيت ان هو يكون فيه جزء مرح كده. بحاول دايما اي فيديو بنزله بحاول ان هو يكون فيه حاجه مرحه بيه، عشان خاطر ما يخليكش تبقى انت زهقان وحاسس بالملل وانت بتتفرج على الفيديو. بحاول ان انا اعمل حاجه تشويقيه، حاجه مرحه، حاجه تبسطك يعني وانت بتتفرج، خصوصا ان انا شخص سخيف ودمي تقيل وبعرفش اهزر. فبحاول بقدر الامكان ان انا اهزر على قد ما اقدر علشان يعني اخليك تبقى مبسوط. فاسف اذا كنت انا بحاول اهزر وانا مش بعرف اهزر قوي، فمعلش استحملوني بقى. بس لو عايز اقول على شخص انه بيحب الكلاب او بيحب القطط، يا ترى اقولها ازاي؟ You are a dog person. ايه ده؟ انا انت بتشتمني؟ انت بتقول عليا انا كلب؟ انا كلب يا عم اهدى بس. كلب ايه؟ You are a dog person معناها ان انت شخص بتحب الكلاب. كذلك لو عايز اقول ان انت بتحب القطط اقول You are a cat person. يبقى You are a dog person يعني شخص بيحب القطط، You are a cat person يعني انت شخص بتحب الكلاب. اكتب لي في التعليقات انت شخص بتحب ايه بالظبط، مستنيك. لو واحد صاحبك قال نكته حلوه عجبتك وعايز تقول ان انا بموت على نفسي من الضحك، تقولها ازاي؟ I'm dead يعني انا بموت من كتر الضحك. يلا خلينا نشوف شخصيتي في البداية تطلع ايه. الاكيل يعني voracious. اكيل بالانجليزي يعني voracious بالشكل ده. الجو حر جدا النهاردة زي ما انتوا شايفين، يعني احنا داخلين على الصيف خلاص، وعلشان اقول ان الجو حر قوي النهاردة هقول The weather is too hot today. وزي ما انتوا شايفين انا واقف تحت شجرة عشان اخد الظل بتاعها، عشان الجو حر فانا واقف تحت الظل يعني. فعلشان اقول ده بالانجلش هقول I'm seeking the shade under a tree يعني انا بستظل بظل الشجرة. قولي اذا كنت في بلد فيها الجو حر قوي دلوقتي ولا الجو عندك مظبوط، استنيك. ازاي تسأل حد اذا كانت الحاجة دي مناسبة ليه ولا لا بالانجليزي؟ لو بتقترح حاجة على حد او عايز تقول حاجة لحد وتسأله اذا كانت الحاجة دي تنفع معاه ولا لا او مناسبة ليه ولا لا، هتقول بمنتهى البساطة Does it work for you يعني الحاجة دي تنفعك ولا لا. I'll meet you at the office tomorrow at 5 o'clock. Does it work for you؟ يعني أنا هقابلك بكرة في المكتب الساعة 5، يا ترى ده مناسب ليك ولا لأ؟ أما لو عايز تسأل حد إذا كانت حاجة معينة فادته ولا ما فادتوش، هتستخدم كلمة benefit. For example مثلا Did this video benefit you؟ يعني الفيديو ده فادك ولا ما فادكش؟ اعمل جمل وسيبها لي في التعليقات وقول لي إذا كان الفيديو فادك ولا لأ، مستني. إزاي تقول لحد أحسنت وفي تقدم دائما بالانجليزي وفي اقل من 10 ثواني؟ في تقدم دائما معناها keep on او keep going. keep on keep going. اما احسنت معناها good job او great job وبس. ازاي تقول لحد احسنت وفي تقدم دائما بالانجليزي وفي اقل من 10 ثواني؟ في تقدم دائما معناها keep on او keep going. keep on keep going. اما احسنت معناها good job او great job وبس. يعني ايه ضمير بالانجليزي؟ في الامريكان اكسنت اسمه conscience وفي البريتش اكسنت اسمه conscience. You should listen to your conscience before doing anything يعني لازم تسمع ضميرك قبل ما تعمل اي حاجه. يا ترى فجر، الفجر يعني ايه بالانجليزي؟ كلمه فجر هي الكلمه اللي فوق دي، والكلمه دي ناس كتير جدا بتنطقها غلط، بيقولوا عليها داون، لكن الكلمه دي اسمها dawn. ازاي تقول لحد بالانجليزي هو انت بتهددني؟
تقولها ازاي؟ انت بتهددني بالانجليزي معناها Are you threatening me? Are you threatening me? Are you threatening me? هو انت بتهددني؟ انا بخافش. يا ترى ايه النطق الصحيح للكلمة اللي فوق دي؟ الكلمة دي نطقها في الامريكان اكسنت هو education 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 education، اما في البريتش اكسنت فنطقها هو education 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 بالشكل ده. والكلمة دي للي ما يعرفش معناها هو التعليم. ما تنساش تابعني على الانستجرام واليوتيوب عشان تشوف كل الفيديوهات، ولو عندك اي كلمات عايز تعرف معناها ونطقها اكتبها لي في التعليقات وهعمل بيها فيديوهات. مستنيك.